فيما يخص تجربة الحريرة، أنا يعني كنت بسمع كل الصوت على حدة وبشوف إيه أكتر الأغاني ممكن تناسب كل الأصوات اللي عندي. يعني مش لوحدي طبعا، في أستاذ وديع برضه معانا، في الأستاذ معايا الأستاذ شريف الدوا، هو برضه مدرب معايا من القاهرة. فاحنا الثلاثة طبعا قعدت مع نفسي كتير وسمعت الصوت أكتر من مرة بحيث إنه أديله الأغنية المناسبة لكل صوت بإمكانياته وأبعاده الصوتية. فطبعا أكيد كل الكوتشز أكيد عندهم الخبرة والتجربة إن هم يدوا كل صوت ما يستحقه، وطبعا نعرف كل مسافة كل صوت عنده إيه، هو قراره إيه، جواباته إيه، يقدر يقول إيه، إيه العرب اللي ممكن يقولها، يبقى هنا حلو إيه نوع الأغاني ممكن يغنيها وإيه يتفوق فيها. في الآخر إحنا عايزين نعمل خليهم يغنوا حلو عشان الـ يعني الناس تحكم عليه حكم حقيقي، وإحنا كمان نشوفه بأحسن حالاته. يعني ندي فرصة ده أنا وجهة نظري، وأكيد كوتشز بيعملوا سواء في اللي فات أو في الحاضر، يعني كلهم عندهم الخبرة والتجربة الشيء الكتير لأنهم هيختاروا الشيء المناسب لكل صوتي. لا هي الحيرة الحقيقة كانت كبيرة، يعني السنة دي كان في حيرة غير طبيعية. يعني أنا بقول لأحلام، بقول لها طب نعمل إيه إحنا، بقول لحمائي وراغبة، بقول طب نعمل إيه إحنا، محتاجين أكتر من 12 صوت، محتاجين أكتر. والحقيقة إن دي استجابت، يعني ادتنا الفرصة إن إحنا يبقى عندنا 15 صوت لكل كوتش. وعايزة أقول إنه إحنا الأربعة بجد يعني صحيح كل واحد عنده مبسوطين وفرحانين. أيوة مش مجهودين خالص ابدا، فرحانين ومبسوطين وعلاقة اكثر من طيبة بينا كلنا. والدليل على كده انتوا هتلاحظوا في يعني في من اللقطات، يعني لما يبقى انا مش قادرة اخد الصوت، يعني ابص على احلام، ابص على حمادة، ابص على بقول عكس لما يبقى في صوت انا يعني حاسين ان هو ممكن يعجبني هدوسي يلا. أيوة بجد مبروك، وشايفه انه الخطوه دي جت في وقتها لانه المغرب كان يستاهل من فتره طويله يبقى عنده قناه موجهه، لان المغرب الجزائر وتونس يعني اولا البوتنشال كبير قوي، ناس كتير كتير وثقافه تستحق انك انتوا تسلطوا الضوء عليها. يعني انا اكتر واحده عندي سنين طويله، يمكن يجب عليها الاستاذ راغب يعني شويه كتير، بس انا اكتر واحده يمكن يعني عشت يعني حمائي اور بيبي يلا. لا انتوا جيل بعدينا يعني حقيقه. فانا طبعا غنيت الطرب، ولكن دايما بقول انه انا غنيت الطرب لكن في نفس ذات الوقت كنت بغني الاغاني الخفيفه، يعني غنيت علمنا الحب، وبعدين غنيت في نفس التوقيت وحشة صحيح وحاجات ديسكو. فانا دايما متنوعه في اختياراتي، عمري ما استقريت على نوع معين يعني.